بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد آخر سيشن في جريد 4، آخر حاجة معانا هناخدها النهاردة إن شاء الله، وهي عبارة عن حل المحافظة الأخيرة اللي هي سوهاج جوبرنريت. طبعا أنتم ممكن ترجعوا للفيديوهات إن شاء الله القديمة، هتلاقوا عليها فيها مراجعات على المنهج كامل إن شاء الله، وهنزلها هتلاقوها إن شاء الله موجودة عندكم على القناة، فيديوهات كتيرة مراجعة غير الشرح. طبعا دي آخر محافظة معانا إن شاء الله. طبعا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب ولايك وكومنت وشير لو عجبك الشرح. اول كويسشن معايا بيقول لي ايه؟ choose the correct answer. the rectangle its length is L and its width is W. بيقول لي what is the perimeter. اول حاجة والله عشان اجيب البريمتر كنت بقول له ايه؟ كنت بقول له ان انا length plus the width all multiply 2. طب انا ممكن الاقي دي في الاختيارات؟ قال لي اه بس هنا مش موجودة. قال لي multiply 2 ديت هيها كأنه بقول له 2 multiply هنا. تمام، فهنا هيها مش فارقة، فأنا الإجابة عندي هتكون رقم كام؟ هتكون عندي رقم C. بعد كده بقول أنا عندي هنا 1 day and 5 hours equal not hours. أقول أول حاجة دي hours زي ال hours ما غيرهاش. طب أنا عندي ال 1 day، قال لي والله ال 1 day ده عبارة عن 24 hours. طب 24 hours plus ما بيقول لي and يعني plus. plus 5 hours equals كام؟ قال والله عبارة عن 25 أو 29. يبقى 24 plus 5 هيدينا 29 اللي هي عند رقم A. بعد كده بقول لي 45 is not times the number 5. يعني يا سيدي كأنه بيقول لك ال 45 equal not multiply. ما هي times يعني multiply 5. فأقول له والله أنا عندي يعني ال 45 equal كام multiply 5 هتبقى 9. ليه؟ لان ال 9 multiply 5 equal مين؟ ال 45. نروح للكويستشن اللي بعده. هنا بقول لي انا عندي ايه بقى؟ 1695 divide by 5 equals كام؟ اقول له ما فيش مشكلة دي اعملها باللونج ديفيجن. عندي هنا ال 5 واقول له عندي هنا 1695. يلا اول حاجة بقول له ايه؟ 1 divide by 5 قال لي ما ينفعش، يبقى اخد مين؟ ال 2 digits دول مع بعض. اقول له 16 divide by 5 equal كام؟ قال له اول حاجة والله احنا كنا بنعمل 4 steps divide multiply minus drop. فانا عندي بقول له يا سيدي المفروض ان انا بحط هنا رقم multiply 5 يا اما ادينا 16 او عدد اقل منه. فلو قلت له 5 multiply 1 قال لي equals 5. طب 5 multiply 2 قال لي equals 10. قربت من 16. طب قلت له 5 multiply 3 قال لي equals 15. قربت خالص بينهم وبينهم 1 بس. طب قلت له 5 multiply 1 multiply 4 او لا equals 20. لا التوني اكبر من 16 يبقى ماليش دعوه بالتوني ده خالص. اخد مين؟ مين اللي اداني ال 15؟ اقول له والله اللي هي دي، يبقى اللي هي مين؟ multiply 3، يبقى اخد ال 3 فوق. اخد مين؟ ال 3 دي فوق. يلا اقول له انا عندي هنا موجود 3. واقول له بقى 3 multiply 5 equals كام؟ قال له والله equals 15. بعد كده اعمل subtraction. 6 minus 5 ما انا قلت له بعد المالتبلاي هعمل subtraction. 6 minus 5 قال لي equals 1. 1 minus 1 قال لي equals 0. بعد كده بعمل drop بنزل مين؟ قال والله بنزل ال 9. واقول له برضه 9 او 19 divided by 5 equals كام؟ لو قلت له 5 multiply 4 لو حطيت هنا 4 هيبقى 4 multiply 5 equals 20. اكبر من مين؟ من 19، يبقى ما تنفعش. يبقى اعمل ايه؟ قال والله بحط الاقل منها على طول اللي هي 3. فيبقى 3 multiply 5 قال لي equals 15. بعد كده اعمل subtraction. يلا 9 minus 5 قال لي equals 4. بعد كده 1 minus 1 قال لي equals 0. بعد كده اعمل ايه؟ قال والله بنزل مين؟ اعمل drop لل 5. انزلها تحت هنا جنب مين؟ جنب ال 4. ويبقى عندي هنا مين؟ قال لي والله يبقى انا عندي هنا 45 divided by مين؟ قال لي divided by 5. دي الفضله 45 divided by 5 equals كام؟ قال لي equals 9. ليه؟ لان 9 multiply 5 قال لي equals 45. يبقى الكوشنت عندي. وبعد كده اعمل ايه الاول؟ قبل ما اقول الكوشنت بعمل ماينس الاقي الناتج طلع لي 0. هنا يبقى الناتج طلع عندي مين؟ 339 اللي هي عندي رقم B. نروح للكوشن اللي بعده. هنا بيقول لي complete عايز the value of the digit 6 ها in the وان مين؟ قال لي والله in 61,230,478. اول حاجه ال 6 دي موجوده في انهي يونت؟ قال لي والله موجوده في التنس بتاعت المينت. هقول لك حاجه، لو انا مش عارف خالص الفاليو بتاعتها قال لي اكتب ال 6 زي ما هي وشوف قبلها كام ديجيت او كان قبلها كام رقم 1 2 3 4 5 6 7. شاف ال 7 ديجيتس دول؟ اه. قال لي حط مكانهم 7 زيروز بس وخلاص. يبقى 1 2 3
4 5 6 7. طب لو عايز الفاليو بتاعت ال 3 قال له والله بكتبها زي ما هي وشوف قبلها كام ديجيت واحط مكانها زيرو. كده سهله خالص اهي. بعد كده بقول انا عندي ايه؟ In the opposite bar model the value of p equal نقط. اول حاجه انا عندي في البار موديل ده كنت بقول له ايه؟ طالما المجهول او الانون نمبر عندي اللي هو موجود بيكون موجود فوق في الهول، ساعتها كنت بقول له والله بعمل بلس للاثنين اللي تحت. يبقى انا معنى كده ان انا عندي البي ايكوالز اللي هي عباره عن 9901 بلس مين؟ قال لي بلس ال 1000 بلس مين ال 1000 بس. بعد كده اقول له 1 بلس 0 قال لي ايكوالز 1، 0 بلس 0 قال لي ايكوالز 0، 9 بلس 0 قال لي ايكوالز 9، 9 بلس 1 قال لي ايكوالز 10. يبقى الناتج طلع عندي كام؟ البي هتبقى او البي هتبقى والله عباره عن 10901. بعد كده بقول له انا عندي هنا 48 ملتبلاي 2 ايكوال او ملتبلاي 12 ايكوالز 12 ملتبلاي كام؟ قال لي والله هي هياها، مش انا عندي ناتج هنا او حاجه هنا هي هياها بالايكوال حاجه هنا، يعني الاثنين دول المفروض يكونوا متساويين، يعني الكفه دي قد الكفه دي. طب انا عندي هنا موجود 48 ملتبلاي 12، هنا موجود 12 ملتبلاي كام؟ قال والله يبقى هتبقى ملتبلاي ال 48 عشان هنا يكون قد دي. تمام، ودي اسمها الكوميوتيتيف بروبرتي ان مالتيبليكيشن. تمام، بعد كده بقول انا عندي هنا مين؟ عندي هنا 2 بلس 6 ملتبلاي 4 ماينس 8. اقول له والله ده كله ايكوال. اول حاجه كنت بعملها مين؟ كنت بقول له والله الملتبلاي والديفيجن او الملتيبليكيشن والديفيجن. فانا عندي هنا موجود بلس وهنا في ملتبليكيشن وهنا في ماينس، قال لي والله بكتب دي زي ما هي يبقى ادي 2 بلس. بعد كده بخلص مين؟ الملتبليكيشن الاول، اقول له 6 ملتبلاي 4 قال لي والله ايكوالز 24. بعد كده اقول له ماينس 8 ايكوالز يلا 24. بعد كده ماينس بلس مين؟ اول حاجه قلنا هنا بنمشي الاوبريشنز بتاعتنا من الشمال لليمين، فانا هقول له هنا 2 بلس 24 هتبقى كام؟ قال لي والله عباره عن 26 ماينس ال 8. 26 ماينس ال 8 ايكوالز كام؟ قال لي والله ايكوالز 18. ايكوالز مين؟ قال لي ايكوالز 18. يبقى الناتج طلع عندي مين؟ طلع عندي 18. تمام كده؟ نروح للكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي انا عندي ايه؟ ماتش. بيقول لي انا عندي هنا ذا كومن فاكتور اوف اول نمبرز، طبعا اللي هو مين؟ قال لي اللي هو ال 1. يبقى خلاص اختار من هنا ال 1 دي رقم ايه؟ وكده خلصت منها. كده بيقول لي ذا سمولست اود برايم نمبر، سمولست اود وفي نفس الوقت برايم. اقول له والله ده الوحيد اللي هو مين؟ اللي هو 3. واقول له يبقى انا كده خلاص دي بي خلصت منها. كده بقول لي 15 كيلو جرام ايكوال نقط جرام، فاقول له والله عشان احول من كيلو جرام بقول له ملتبلاي 1000. ملتبلاي مين 1000؟ يعني ايه ملتبلاي 1000؟ ادي ال 15 ملتبلاي 1000. بقول له والله اول حاجه عندي 3 زيروز بحطهم على اليمين، واقول له 1 ملتبلاي 15 قال لي ايكوالز 50. يبقى الناتج طلع عندي مين؟ قال لي 15000 ودي رقم سي. او والله مش انا عندي هنا كيلو جرام والكيلو جرام فيه 1000، يعني في 3 زيروز بحط 3 زيروز جنبها وخلاص. كده خلصت انا من رقم سي. بعد كده بقول انا عندي ايه بقى؟ بقول انا عندي هنا 600000 بعد كده بلس 5000 بلس 212. اعملها ازاي؟ اول حاجه هي اصلا موجوده عندي ديت، هي دي الوحيده الاجابه اللي تنفع اللي هي رقم دي. طب لو انا عاوز اعملها كنت بعملها ازاي عشان لو جات لي مثلا كومبليت؟ قال لي والله يا سيدي كنت بقول انا عندي بشوف اكبر عدد هنا موجود اللي هو مين؟ قال لي والله 600000 موجود فيه كام يونت؟ قال لي 1 2 3 4 5 6. يبقى اكتب هنا مين؟ ال 6 يونتس. تمام، ال 6 مين؟ ال 6 يونتس. واشوف ال 6 ده اهي موجوده في انهي يونت؟ قال لي والله ببدا اعد دي ال 1 10 ال 100 بعد كده ال 1000 10000 100000 يبقى موجوده في ال 100000 واتني جاي هنا كاتب مين؟ 6. بعد كده ال 5 دي موجوده في انهي يونت؟ قال لي والله موجوده في اليونت بتاعت ال 1000. خلاص يبقى تاني جاي على مين؟ على اليونت بتاعت ال 1000 وكاتب فيها 5. بعد كده ال 200 او ال 200 12 قال لي دول موجوده على بعضها كده، دي موجوده في الوانس يبقى اكتبها له مين؟ 212. طب اليونت الفاضيه قال لي حط مكانها 0، وهي دي طبعا مين؟ رقم دي. بعد كده الاخيره طبعا ايه؟ هتكون اللي هي مين؟ هتكون 5. وليه؟ لان هي الوحيده الاخيره. طب لو انا عاوز اعرفها اعرف ايه الموجود عندي؟ بيقول لي والله اريكتانجل وذ ان اريا، انا عندي ده ريكتانجل قول له والله اوف 20 سنتيمتر سكوير. يبقى الاريا بتاعت الريكتانجل عباره عن 20 سكوير سنت او سكوير مترز. قول له والله اند ذا ويت او اند ويت ايكوال مين او الويت بتاعها مين؟ قال له والله 4 سنتيمتر او 4 مترز اتس لينس. بيقول له والله از نقط مترز. هو هنا عاوز مين؟ عاوز اللينس. بص تاني يا سيدي، انا عندي هنا بقول له انا عندي في اريا للريكتانجل،
بقول له والله الاريا ده هي عباره عن 20 متر سكوير، ماشي، او سكوير متر. بقول له والله الويدث موجود عندي بكام بفور، هو عاوز اللينس بكام؟ هقول له اول حاجه انا عندي الاريا بتاعت الريكتانجل عباره عن اللينس مالتي بلاي الويدث، تمام كده؟ تمام. طب الاريا هو مداني بكام؟ قال لي بال 20 ايكوالز اللينس، قال لي ده انا ما اعرفوش، يبقى اكتب له ال مالتي بلاي مين؟ خلي بالك ده المفروض هنا كنت اكتب الويدث، هنا مالتي بلاي مين؟ الويدث. فانا عندي مالتي بلاي مين؟ قال لي والله مالتي بلاي الويدث اللي هو الفوق، يبقى مالتي بلاي 4. طب كام مالتي بلاي 4 يدينا ال 20؟ هتبقى ال 5، لان 5 مالتي بلاي 4 يدينا كام؟ يدينا ال 20، يدينا مين؟ ال 20، وهي دي عندي رقم كام؟ رقم اي، او دي الاخيره. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بيقول لي ايه؟ اخر كويشن معايا بيقول لي فايند ذا جريتست كومن فاكتور اللي هي الجي سي اف اوف تو نمبرز 30 اند 45. اقول له ما فيش مشكله خالص، عشان انا عايز الجريتست كومن فاكتور. يعني هات الفاكتورز بتاعت ال 30 والفاكتورز بتاعت ال 45، وهات مين الكومن او الجريتست كومن نمبر موجود بينهم. فاقول له عادي ادي ال 30 اهي، اشوف ال 30 عباره عن كام مالتي بلاي كام، اشوف ال 30 عباره عن كام ايه مالتي بلاي كام. تمام كده؟ تمام. يلا يا سيدي، ال 30 عباره اول حاجه 1 مالتي بلاي 30، 1 مالتي بلاي 30، وكمان قال والله 2 مالتي بلاي 50، وكمان قال والله 3 مالتي بلاي 10، وكمان قال ال 4 مالتي بلاي، او لا مش ال 4 هتبقى ال 5 مالتي بلاي 6. طب انا بقى لو عايز اجيب مين؟ قال والله لو عايز اجيب ال 45، لو عايز اجيب ال 45، تمام، عايز اجيب مين؟ ال 45، تمام اهو. بعد كده اعملها برضو عن طريق التي تشارت، اعملها عن طريق مين؟ التي تشارت اللي انا المخطط اللي انا بعمله ده. بقول له اول حاجه ال 45 قال والله عباره عن 1 مالتي بلاي ال 45 مالتي بلاي مين؟ ال 45 اهي. بعد كده قال له عباره عن ال 3 مالتي بلاي ال 50، برضو عباره عن ال 5 مالتي بلاي ال 9. فانا هنا اول حاجه هتنوي كاتب له ال 30 اهي، وادي ال 45 اهي، واقول له بقى انا عندي هنا ال 30، اول حاجه اكتب لي الفاكتورز بتاعتها كلها اللي هي ال 1 وال 2 وال 3 وال 5 وال 6 وال 10 وال 15 وال 30. طب انا عندي بعد كده مين؟ انا عندي والله بعد كده ال 45، هات الفاكتورز بتاعتها، قال لي ال 1 وال 3 وال 5 وال 9، وكمان قال له والله وال 45 وال 15 وال 45. تمام تمام. اول حاجه اشوف انا عندي هنا ال 1 كومن هنا وهنا، ال 3 ارض برضو كومن هنا وهنا، ال 5 هنا وهنا، في هنا 6 بس مفيش تحت 6، في هنا 9 10 بس مفيش تحت 10، في هنا 15 وهنا برضو في 15، هنا في 30 هنا في 30. باكبر حاجه كومن اللي هي مين؟ قال والله اللي هي ال 15، ال 15 هنا كومن وهنا كومن، ودي اكبر حاجه كومن. يبقى اقول والله الجي سي اف اللي هي الجريتست كومن فاكتور بايكوالز مين؟ قال لي ايكوالز 50. اخر حاجه معانا بيقول لي اسكوير شيبت روم هاز سايد لينس او هاز سايد لينس 4 مترز، بيقول لي وات از ذا اريا اوف ذا جراوند اوف ذا روم ان سكوير مترز. بص يا سيدي، وهنا عاوز مين؟ قال لي انا عندي هنا في عباره روم عباره على شكل سكوير، الشكل بتاعها مين؟ سكوير. بيقول له والله السايد بتاعها عباره عن 4 مترز وعاوز الاريا بتاعت الروم دي. بقول له والله الاريا ايكوال مين؟ مش الروم دي على شكل سكوير، يبقى الاريا بتاعتها ايكوال السايد مالتي بلاي السايد. طب السايد عندي بكام؟ قال لي 4 مالتي بلاي برضه 4، يبقى تبقى ايكوال مين؟ قال لي 16 سكوير مترز. سكوير ايه؟ سكوير مترز. ونكون بكده ان شاء الله خلصنا اخر سيشن معانا في المحافظات، ونكون بكده خلصنا المحافظات كلها. طبعا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب وكومنت وشير لو عجبك الشرح، واشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جايه. مع السلامة.